أرض تميزت بمناخها وطبيعتها وهوائها العليل، وهذه العوامل جعلت منها مدينة تتصدر في محصولها الزراعي، فمنذ القدم والطائف تشتهر بالزراعة والبساتين والفاكهة الموسمية التي تملأ أسواقها وما حولها من المدن بمنتجات عرفت بجودتها ووفرتها وحلاوة مذاقها. الفواكه الطائفية هي الرمان والعنب البرشومي التوت العناب التين البخارة المشمش، وأبرز أماكن زراعتها هي الشفا الهدى بني سعد ثمالة والحدب. في فصل الصيف يشتهر الطائف ببعض المنتوجات الفواكه ومنها العنب والتين والرمان والخوخ، ولكن في الوقت الحاضر اشتهر الإقبال كثيرا على التين، والمزارع المشتهرة هنا في منطقة الطائف مثلا بني سعد بني مالك الشفاء. أصناف متنوعة وأشكال مختلفة تأتي من المزارع المنتشرة في أرجاء الطائف وضواحيها لتعبأ وتوضع بشكل جميل يجبر الزوار على التوقف عندها وشرائها، ففاكهة الطائف دائما ما يكون لها حضورها البهي ويزيد الطلب عليها في فصل الصيف من كل عام. تشتهر خضار وفواكه بالذات الطائف، خاصة التين الطائفي بجودة طعمه ومذاقه وكثرة أنواعه، خاصة والعنب الطائفي أيضا شهرته في المنطقة هنا لما سمعنا عنه وجودته، وخاصة الأولاد يعني يحبونه. وإحنا أيضا حبات رمانها وعناقيد عنبها ونضارة خوخها ولون توتها الأحمر الزاهي وبرودة تينها الشوكي وغيرها الكثير من المنتجات الطائفية الفاخرة التي أضافت للطائف قيمة اقتصادية وزراعية فوق ما تمتلكه من مكانات سياحية وأهمية جغرافية.